شرفتونا وانستونا. متشكرين يا وزير. ايه هنا يا هانم؟ الواحد ما يشوفكيش الا في السنه مره. اصلنا ما بنخرجش يا سعفان بيه، ملناش في الحفلات. تحبوا تشربوا ايه؟ اللي تشوفه سيادتك. اتفضلي. متشكرة ما بشربش. بتكسفنيش؟ شايف يا كمال بتكسفني؟ سعفان بيه مد ايده بقى ما يصحش. ايه كمان؟ ما انت عارف اني ما بشربش. معلش عشان خاطر سعفان بيه، اشربي. في صحة هناء هانم. في صحتك. في صحتك. اشربي. ايه ده؟ اجيب لك كوباية مية؟ اتفضلي. امال فين المدام يا فندم؟ مدام سافرت يا ستي. راح تقضي لك كام يوم في اوروبا وسايباني لوحدي هنا. دنيا كده، هي تتفسح وانا اشتغل هنا. رجاله تكسب عشان الستات تصرف. محتاجه اي حاجه من باريس، من لندن، اطلبي ما تكسفيش. ابعت المدام تجيبها لك معاها. على العموم ادي كارت ثاني اهو. اكيد ضيعت الاولاني، مين عارف يمكن المره دي تفتكريني. اتفضلي. طمني يا مدام، لحقناها من اولها، مش لازم يتعرض للهوا. تجيبوا له الادويه دي وياخدها من النهارده. حبيبي. شك. عن اذنك. عن اذنك. اتفضل. هات 2 جنيه من مصروف البيت بسرعه. هاتي. مالك يا كمال؟ الدكتور قال حاجة تانية؟ عنده ايه الولد؟ لا مش في اللي عنده دلوقتي، احنا في الأدوية دي هنجيبها منين؟ خد بيع دي لحد ربنا ما يفرجها. يفرجها النهارده وبعد كده. ريتني كنت جوزت واحدة موظفة، كانت ساعدتني بقيتها في مصيبة زي دي. علبة الجواز وسنين الجواز اللي خلى الواحد يمد ايده ويستلف. هات يا شيخة. يا سيدي بسيطة، أهم حاجة نقوم بالسلامة. اكتب الاستمارة وأنا هديهم تعليمات يخصموا الصرف على 12 شهر. ربنا ما يحرمناش منك يا فندم. أظن هناء هانم قلقانة. طبعا يا فندم. سلم لي عليها، ضمنها إن أمراض الأطفال ما يتخافش منها. دي هي النهاردة يا فندم هتدعي لك لما تعرف إن سيادتك وافقت على السلفة. العفو. روح انت علشان تلحق الخزنة. على اذنك يا فندم. متشكر. العفو. متشكر قوي. ابعتي لي محمود السواق. سعيدة هنا. أهلا. ازاي دلوقتي؟ كويس. الله، انت لسه بتعيطي؟ خلاص يا ستي، اديني استلفت 20 جنيه بس. اعملي حسابك مصروف البيت هتاخديه ناقص 3 جنيه كل شهر، وتبقي تتصرفي بقى مع اهلك كملهولك. اتفضل. 50 جنيه بقى ابعتهم اتصرف فيهم. والله في الخير اللي افتكر. طب بتعيط ليه بقى؟ بدل ربنا فرجك. مفيش، بس صعبت عليا نفسي.
لو سمحت ممكن اكلم سعفان بيه؟ ايوه انا سعفان. اهلا 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 بيكي في اي وقت. انا سعيد جدا اني سمعت صوتك. متشكره قوي. انا بكلم حضرتك عشان اشكرك على 50 جنيه، واوعدك اني هرجعهم لحضرتك في اقرب فرصه. انا اولا ما طلبتش انك ترجعهم لي، ثانيا الشكر في التليفون ما ينفعش. لو ما تتضايقيش اكون سعيد لو تقابليني، واي فرصه اشوفك واطمن على الولد. ارجو المقابله دي تكون سر بيني وبينك. ما يكونش عندك اي فكر، ثقي فيا. تحب ارجع لك الفلوس ازاي؟ فلوس ايه؟ فكرك انا بقابلك علشان اكلمك في الفلوس؟ انا عايز اطمن عليكي. هي كمان انا عارفها بسيطه. هي بسيطه صحيح، انما ادي احنا مستورين. على العموم ما تشيليش هم، زي ما قلت لك اعتبريني اخوك الكبير، وعشان اساعدك انا حرقي كمال وازود له مهيته، واذا احتجت اي مبلغ تاني ما تتردديش. تليفون بسيط، كل طلباتك هتتنفذ. متشكره قوي. لو سمحتي تقبلي مني الهديه دي. ايه ده؟ والحتتين قماش لسه جايين من باريس. يا خبر، لا مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ هديه بسيطه. ارجوكي ما تكسفينيش. طب بس هقول له ايه؟ يا سلام، اي حاجه. يا هناء خير؟ سعفان بيرقاني، بقيت ميتي 50 جنيه، ولو اتبسط من شغل يمكن توصل لمية. مبروك. الله، انت مش مبسوطة ولا ايه؟ لا ابدا، طبعا مبسوطة. انت كنت برا؟ ها اصل كنت بشتري. اصل كنت فين يا هناء؟ كنت عند ليلى بنت خالتي. بص، ايه دول؟ دول حتتين قماش جابتهم لي ليلى هديه بمناسبه عيد ميلادي. بنت حلال قوي ليلى دي، وفرت لنا كسوه الصيف. يلا بقى يا حبيبتي نتغدى لحسن هموت من الجوع.